السلام عليكم. اليوم جبت لكم فيديو جديد يهم جميع الأشخاص اللي راهم مهتمين بالهجرة إلى كندا. فيديو اليوم راح يكون حول المهن اللي عليها طلب كبير في كندا، وراح نتكلم على كل مهنة بالتفصيل، يعني جميع المعلومات من حيث نسبة الطلب على كل مهنة والراتب الخاص بكل مهنة. وباش تعرف المهنة تاعك إذا راهي مطلوبة حاليا في كندا ولا لا، مالك غير تبع معنا الفيديو حتى النهاية. وقبل ما نبدأ في الفيديو، لا تنسوا الصلاة على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام، وتوصلون الفيديو هذا لأكبر عدد من اللايكات. وإذا كنت أول مرة تشاهدنا، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلك الجديد. الحكومة الكندية ومن خلال موقعها الرسمي للإحصاء أعلنت أنها في سنة 2023 لديها عجز بمليون و300 ألف وظيفة. باش تشوفوا أن الرقم راه كبير بزاف، وعدد الوظائف راهي بكثرة. وراح نخليكم رابط الموقع الخاص بالإحصاء للحكومة الكندية في أول تعليق، باش تدخلوا وتشوفوا جميع المهن اللي راهي مطلوبة وعدد المناصب في كل مهنة. حكومة كندا باش تغطي هذا العجز الكبير في اليد العاملة، فتحت عدة برامج للهجرة في جميع دول العالم من أجل توفير اليد العاملة لهذه الوظائف. ورانا راح نتكلموا على هذه البرامج اللي فيها فرص كبيرة للعمل في الفيديو القادم. بالنسبة للمهن المطلوبة بكثرة في كندا، رانا راح نتكلموا اليوم على أفضل 15 وظيفة في كندا، وراح نشرح كل وظيفة وعدد المناصب المطلوبة فيها والراتب الخاص بكل وظيفة حسب الموقع الحكومي الكندي. المهنة رقم 15، عامل أوفري يعني عامل يومي. المهنة هذه فيها عدة وظائف، من بينها عامل في مخازن السلع، تحميل البضائع، غسيل السيارات، تصفيف وتقليم الأشجار، توصيل الطلبيات إلى آخره. المهنة هذه الراتب تاعها 17 دولار ونصف في الساعة، يعني حوالي 3080 دولار في الشهر. المهنة رقم 14، ديزاينر جرافيك. بالنسبة للأشخاص المختصين بمجال ديزاين والصور، المجال هذا راه مطلوب بكثرة في كندا، لأن كندا عندها نقص كبير في هذا المجال. الراتب تاع المهنة هذه هو 27 دولار ونصف للساعة الواحدة، أي حوالي 4840 دولار في الشهر. المهنة رقم 13، مهندس معماري architect. كندا تعتبر ثاني أكبر دولة من حيث المساحة، وهناك العديد من المدن الجديدة اللي بدأت كندا تبني فيها حاليا، يعني قطاع البناء في كندا مهم ومطلوب بكثرة، وأي مهنة عندها علاقة بالبناء راهي مطلوبة في كندا. راتب المهنة هذه هو 36 دولار في الساعة، ويصل أحيانا حتى 58 دولار في الساعة، يعني في الشهر الراتب يكون من 6330 إلى 10200 دولار. المهنة رقم 12، Representant de Service à la Clientèle، مرشد حرفاء. بالنسبة للوظيفة هذه، تحتاج أشخاص يكونوا يعرفوا اللغة الفرنسية جيدا، والوظيفة هذه يستغلوها الجزائريين والتونسيين والمغاربة بكثرة بحكم معرفتهم للغة الفرنسية جيدا. أما الأشخاص اللي يكونوا يتكلموا اللغة الفرنسية والإنجليزية، راح يكون عندهم الأولوية في الوظيفة هذه. راتب المهنة هذه 19 دولار في الساعة، أي حوالي 3340 دولار في الشهر. المهنة رقم 11، جيستيونير ماركتينج. كندا سوق كبير جدا، الأشخاص اللي يعملوا في التسويق والدعاية مطلوبين بكثرة، والراتب بتاعهم مرتفع. راتب المهنة هذه هو 34.60 دولار في الساعة، أي حوالي 6089 دولار في الشهر. المهنة رقم 10، جيستيونير دو ريسورس فيما، إدارة الموارد البشرية. بالنسبة للوظيفة هذه، كندا عندها 177 ألف منصب ملقاتلهمش موظفين. الأشخاص اللي عندهم مؤهلات في المهنة هذه راه عندهم فرصة كبيرة للعمل في كندا. راتب المهنة هذه
هو 36 دولار في الساعة، أي حوالي 6330 دولار في الشهر. المهنة رقم 9، كونطابل، محاسب. سواء كنت محاسب أو مساعد محاسب، فرص العمل في هذا المجال راهي موجودة بكثرة. راتب المهنة هذه هو 35 دولار في الساعة، أي حوالي 6336 دولار في الشهر. المهنة رقم 8، ديفلوبر ويب. في كندا مكانش متجر أو مدرسة أو شركة أو مؤسسة ما عندهاش سيت ويب، لأن أغلب عملية البيع والشراء والتسجيل تكون عبر الإنترنت. هذا الأمر يخلي هناك طلب كبير على اللي ديفلوبر ويب. راتب المهنة هذه هو 30 دولار في الساعة، أي حوالي 5280 دولار في الشهر. المهنة رقم 7، إلكتريسيان. كما قلنا من قبل، أي مهنة متعلقة بالبناء راها عليها طلب كبير في كندا، بما في ذلك إلكتريسيان أوتو، حتى هما راهم مطلوبين. راتب المهنة هذه 30 دولار في الساعة، أي حوالي 5280 دولار في الشهر. المهنة رقم 6، ميكانيسيان، ميكانيك السيارات. لميكانيسيان بجميع الأنواع السيارات، الشاحنات، الآلات، الرافعات، الحافلات، يعني جميع التخصصات راهم مطلوبين، فقط الأجور تختلف. راتب المهنة هذه هو 24 دولار في الساعة، أي حوالي 4220 دولار في الشهر. المهنة رقم 5، ريسبسيونيست، عون استقبال. راتب المهنة هذه هو 18 دولار في الساعة، أي حوالي 3160 دولار في الشهر. المهنة رقم 4، سودير، يعني لحام. سودير فيهم بزاف مجالات، فقط يختلفوا في الأجور فقط. راتب المهنة هذه هو 25 دولار في الساعة، أي حوالي 4480 دولار في الشهر. المهنة رقم 3، ليزوسينيو، المعلمين. قطاع التعليم من أكثر القطاعات اللي تعاني من نقص كبير في العاملين، وأي مهنة تابعة للتربية والتعليم راهي مطلوبة في كندا، وخاصة معلمين الروضة راهم مطلوبين بكثرة. راتب المهنة هذه هو 40 دولار في الساعة، أي حوالي 7120 دولار في الشهر. المهنة رقم 2، لشوفير بوالور، سائق الشاحنة. في آخر 3 شهور كندا أعلنت أنها تعاني من عجز في سائق الشاحنات ب 188 ألف وظيفة بدون عامل، يعني طالب راه كبير على سائق الشاحنات. راتب المهنة هذه هو 24 دولار في الساعة، أي حوالي 4040 دولار في الشهر. المهنة رقم 1، واللي هي المهنة الأكثر طلبا في كندا، واللي هي انفيرميري، التمريض. بالرغم من كل واش قامت به كندا من أجل جلب الممرضين من جميع دول العالم، إلا أنها لازالت تعاني من نقص حاد في الممرضين. وأي شخص ممرض من أي دولة في العالم يحب يهاجر للعمل في كندا راح يلقى تسهيلات كبيرة، وراح يوفروا له كل شيء من أجل السفر والعيش في كندا. راتب المهنة هذه هو 40 دولار في الساعة، أي حوالي 7000 دولار في الشهر. إن شاء الله تكونوا استفدتوا من الفيديو تاع اليوم، وما تنساوش تديروا جمع الفيديو هذا. وإذا ما كنتش مشترك معنا في القناة، اضغط على زر الاشتراك وفعل الجرس باش يوصلك كل جديد إن شاء الله.